مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من انفاس سبور. حلقه اليوم غادي نخصوها لمباراه نهضه بركان وفريق الزمالك المصري في كاس الكونفدراليه الافريقيه. ولتحليل الموضوع وتسليط الضوء على تفاصيل هذه المباراه، كيحضر معنا في الاستوديو طارق طايل، الصحفي والاعلامي المصري ومدير المركز الثقافي المصري ونائب رئيس الجاليه المصريه المقيمه بالمغرب. اهلا بك استاذ طارق. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، شكرا على قبول الدعوه. ده شرف ليا، ده شرف ليا. كيف عرفتي اليوم غادي نخصوا الحلقه لمباراه ممثل الكره المغربيه نهضه بركان ومثل الكرة المصرية الزمالك المصري؟ واش كتوقع أن يكون هذا النهائي مختلف على النسخة ديال النهائي 2019؟ هيكون أقوى، هيكون أقوى جدا. يعني 2019 كان أول مرة نهضة بركان يصعد للنهائي، وده كانت حاجة الزمالك المصري كان متمرس عليها، فكان أول مرة وكان حتى لقاء قوي في الوقت ده. انتهى ماتش الذهاب 1-0 والإياب 1-0 ولجأوا لركلات الترجيح، لكن المرة دي الوضع شوية قوي. الفريقين ما عندهمش أي حاجة يسعوا ليها غير هذه البطولة، ولذلك هيكون لقاء مصيري، وماتش الذهاب هيكون قوي في ملعب نهضة بركان، الملعب اللي بياخد 15,000 متفرج، يعني اللون البرتقالي هيكون مسيطر. لكن نهضة بركان لازم يعرف أنه ماتش الإياب في استاد القاهرة الدولي، الاستاد اللي بياخد 75,000، فمن 15,000 باللون البرتقالي ل 75,000 باللون الابيض، المعركه صعبه جدا. ولكن المدرب ديال نهضة بركان معين شعباني قال ان الفريق متعود انه يلعب في الضغط الجماهيري في تصريح سابق. احنا نتمنى ان نشوف نهائي قوي يليق باسم البلدين، خاصه انه المغرب يعني بيتميز في البطوله دي بالاخص انه اكثر دوله في افريقيا حصادا لهذه البطوله بواقع 7 مرات، ومش 7 مرات بشكل كده ان في نادي مسيطر زي مثلا الاهلي في مصر كده في افريقيا، لا، ده 7 بطولات، 7 القاب لخمس انديه مختلفين. نهضه بركان خدهم مرتين، خد كاس الكونفدراليه مرتين، الرجاء المغربي خد البطوله مرتين، المغرب الفاسي، الجيش الملكي، والفتح الرباطي. يعني 5 انديه بياخدوا البطوله 7 مرات، واضح دي بطولة خاصة بالمملكة المغربية. سيطرة مغربية. بشكل، ومصر مش واخدها غير مرتين. مرة الأهلي، مرة الزمالك. ونتمنى أن تظل السيطرة مغربية. نشوف. يعني ياخذها الأجدر إن شاء الله، ياخذها الأقوى. صحيح. نرجعوا نتكلموا على الهزائم الأخيرة اللي تعرضوا لها الفريقين معا. فريق الزمالك المصري تلقى هزيمة أمام سموحة. سموحة. ورغم ذلك الجمهور ديالو شجعوا وعطاه جرعة تحفيزية من أجل هذه المباراة المقبلة. والفريق ديال الفريق الممثل للكرة المغربية نهضة بركان حتى هو تلقى هزيمة مؤخرا في كأس العرش على يد فريق الجيش الملكي. كيفاش كتشوف هذه الهزائم؟ واش غيكون لها وقع على الفريقين في في القادم؟ شوف، هو مبدئيا الناس في المملكة المغربية في المشرفين على النشاط الرياضي كانوا أذكى وأحوط، فخلوا النهضة البركاني يستريح فترة طويلة. أما الزمالك لسه البارح كان بيخسر من سموحة، وكمان يومين هيسافر عشان يجي للمغرب يلعب في نهضة البركان، فكانوا ضغطينه شوية. والجمهور الزملكاوي جمهور واعي، يعني ألتراس وايت نايتس ده واحد من أقوى الجماهير في المنطقة، وقوي جدا. يعني ما حدش نبحث كده على اليوتيوب، دخلت الجمهور دوت مع مئوية نادي الزمالك مع أتلتيكو مدريد، كانت حاجة لا تنسى، حاجة عظيمة جدا. رغم أنه أنا أهلاوي في الأصل، إلا أن جمهور الزمالك يعني يرفع له القبعة، من أوفى جماهير الكورة في المنطقة العربية، جمهور وفي جدا لفريق، وهيكون حضوره عامل قوي. يعني هيكون الزمالك ما بيلعبش ب 11 لاعب، يكون بيلعب ب 12 لاعب في ماتش العودة، وده اللي لازم نهضة بركان يكون واخدين بالهم منه. أما الخسائر ديت، الخسائر علاقة عكسية تماما، يعني هم خسروا فأصبح ما عندهمش مفر أنه لازم يفوزوا. كان نهضة بركان بينافس على كأس العرش، ده بقى أصبح ما فيش كأس عرش، ما عندوش وما فيش أي حاجة، ما فيش أي معجزة ممكن تحصل تخلي نهضة بركان ياخد البطولة، وأصلا نهضة بركان لن يحصل على البطولة المغربية أبدا في تاريخه، فمش من أهدافه. من أهدافه حاليا هو لقى نفسه، نهضة بركان لقى نفسه فجأة على الصعيد الأفريقي كويس جدا، بيوصل لثلاث مرات لنهاية الكونفدرالية، ودي المرة الرابعة. صحيح، أصبح متمرس. فأصبح متمرس في أفريقيا، واخد كأس السوبر الأفريقي كمان، البطولة اللي خدها هنا في المغرب كأس العرش 3 مرات أعتقد، 3 مرات. لكن هو نهضة بركان هدفه كأس الكونفدرالية، لأنه اللي هيفوز في كأس الكونفدرالية دي مش بطولة واحدة،
ده دي بتخليه يصعد انه يلعب في كاس السوبر الافريقي، هي بوابه لهذه فهي بطولتين. الماتش اللي جاي ده مش بطوله واحده، بطولتين. والزمالك له باع كبير في كاس السوبر الافريقي، واخده حوالي اربع خمس مرات تقريبا او اربع مرات. فالزمالك برضو يعني حاجه تقيل. الزمالك بيتفوق على نهضه بركان محليا في مصر، واخد البطوله الدوري المصري 14 مره، كاس مصر واخده 28 مره، واخد دوري ابطال افريقيا خمس مرات، يعني حاجه كبيره جدا. فان الزمالك اصلا موجود في جمهور الزمالك شايف انه وجود الزمالك في كاس الكونفدراليه مش في دوري الابطال، دي حاجه بتنزل جمهور بتنزل الزمالك، لانه الزمالك مكانه الطبيعي انه يكون بينافس في دوري الابطال. فهم يعني ضروري ياخد كاس الكونفدراليه، ما ينفعش نزلنا الكاس الكونفدراليه يبقى ناخدها عشان نصعد نلعب مع نهائي السوبر الافريقي. ونفس الشيء بالنسبه للفريق نهضة بركان في محتوايا يعني على كاس السوبر طبعا. ولذلك الماتشين اللي جايين دول الذهاب وعوده يعني اقوى من بعض. الذهاب قوي جدا، هيكون ماتش نهضة بركان هيحاول انه يخلص يحسم الموضوع هنا، لانه عارف المنتظر هناك وعارف ان جمهور الزمالك هيكون مال الاستاد، هيكون حاجه صعبه جدا. وهيكون ماتش كمان في يوم مصيري، يعني كل عشاق الكره في العالم فعلا. يوم 12 مايو يوم عفوا 19 مايو يوم غير. ليه؟ لانه نهائي الدوري الانجليزي، نهائي الدوري الايطالي، نهائي الدوري الاسباني، نهائي الدوري الالماني، نهائي الدوري التركي، نهائي الدوري الاماراتي، نهائي الدوري البرتغالي، نهايات كلها يوم 19 مايو، كله نهايات يوم حفل بالنهايات. يعني الناس اللي عندها مع الكرة اليوم ده من الصباح للمساء مش هيعملوا حاجة. نتمنى الخير ان شاء الله للفريقين ان شاء الله. استاذ طارق، غادي نتكلم معك على الغيابات اللي كيشهدها فريق الزمالك المصري. عندكم مجموعه من الغيابات اللي دايره تؤرق مضجع المدرب. تمام. ومؤخرا في تقرير قريته غير صباح اليوم انه طلب تقرير مفصل من الجهاز الطبي لفريق الزمالك على حاله اللاعبين المصابين من باش يرتب اوراقه قبل هذه المباراه. كيفاش كتشوف هذا الامر ديال الغيابات؟ بشوف انه الفرق الكبيره امثال الزمالك والرجاء والاهلي والوداد، نهضه بركان، الاسماعيلي، الترجي التونسي، الصفاقسي، الفرق الكبيره ديت ما بيتحسبش فيها الامر بهذا الشكل. يعني نضرب مثال بسيط في ذهاب ماتش ريال مدريد مع مانشستر سيتي. مانشستر سيتي اقوى لاعب فيه والمرعب لريال مدريد هو دي بروين، ما كانش موجود، ومانشستر سيتي اتعادل على ارض ريال مدريد في البرنابيو، الملعب الخطير جدا. الفرق الكبيره ديت بمن حضرت؟ يعني لو لعبوا الفريق الدرجه الثانيه هو بيحمل اسم الزمالك، طالما هو اللاعب دخل للزمالك عارف انه عنده مهمة كبيرة جدا. فالزمالك فيه يعني لو غاب 10 من اللعيبة، اللعيب ال11 ده بيحمل اسم الزمالك. فالزمالك بمن حضر، كذلك نهضة بركان بمن حضر. نهضة بركان يعني المدرب معين الشعباني جاله خبر حلو انه أسامة الملولي رجع تاني للحياة، عنده اللعيبه اللي حتى كمان اللي احرزوا في نهائي اخر ماتش ليهم في كاس العرش، جبريل وطارة، يوسف الفحلي، عنده تركيبه، عنده فريق قوي جدا، وفريق من بدايه البطوله هو عارف احنا هدفنا افريقيا. فعلا فريق نهضة بركان من الفرق التي يحسب لها ألف حساب في الدوري المحلي. والمركز الثالث، المركز الثالث، فده مركز مش سهل. ويعني وهو نهضة بركان كله، يعني النقطة دي لازم نقولها، يعني يديله بالفضل لابن المدينة سيد فوزي الأقجع، اللي الراجل مش بس بيرقص بقى الجامعة المغربية، لا عنده انتماء وعنده اهتمام بأهل منطقته، اهتم جدا بالنادي ماديا، استقطاب ناس كوادر قوية، فأصبح نادي البركان رقم صعب، رقم صعب ورقم مرعب ويثير قلاقل في المنطقة. وزي ما شفنا الماتش اللي كان اللي فات مع اتحاد العاصمه اثار قلقل مش بس رياضيه كمان سياسيه. فنهضة بركان فريق يعول عليه. طرقتي الموضوع نهضة بركان واتحاد العاصمه، بغيت نعرف رايك في واقعتكم صان نهضة بركان. والله حاجات كده من المضحكيات المبكيات، يعني حاجات تضحك وتبك، يعني انه فريق اتحاد العاصمه مسكين والجمهور بتاعه يعني يبقوا في الواحد، صعبانين على الواحد، انه
انا بشجع اتحاد العاصمه، منتظر بقى اشوف الفريق بينافس يوصل لنهائي الكاس الكونفدراليه، وبسبب بعض القيادات اللي ما عندهاش اي بصيره ولا وعي ولا دراسه للموقف بيتلغي الماتشين ذهاب وعوده عشان خاطر فريق وطني بيحتفل بخريطه بلاده حاططها بيعتز بيها، خاصه ان انت دايما ونظامك كامل براس النظام بتقولوا بمنتهى الوضوح احنا ملناش اي علاقه، احنا مش طرف في قضيه الصحراء المغربيه. طب لما انتم مش طرف، مين اللي قال؟ ابراهيم غالي هو اللي قال انه ما تلعبوش؟ هو ابراهيم غالي هو رئيس اتحاد العاصمه، ولا اتحاد العاصمه ده بيمثل الميليشيات الموجوده في تندوف؟ اتحاد العاصمه فريق جزائري بيلعب مع اخواته فريق نهضه بركان، وجايين تعملوا المشكله دي مع مين؟ مع نادي نهضه بركان اللي بيمثل مدينه بركان، اللي هي كان فيها اللي كانت بتأوي هواري بومدين اللي كان ايام ما كان بخروبه لما كان موجود في بركان مش عارف يناضل في الجزائر ضد فرنسا من الجزائر، فجي ناضل هو ومش بس لوحده ومانديلا والناس كتير القاده الافارقه اللي بعد كده في جنوب افريقيا وغانا واسسوا بلادهم كانوا بيناضلوا من خلال وجودهم في مدينه بركان، والصور تشهد موجوده في اليوتيوب. فالمفروض يكون في شويه ايه، الواحد يكون ايه عنده اصل، يكون مدين بالفضل للناس اللي وقفت معاه قديما. اول من ذكر اسم الجزائر في الامم المتحده كان العظيم الراحل الملك محمد الخامس، كان بيطالب واول خطاب يلقى باللغه العربيه قدام العالم كله وينادي بالوقوف جنب الجزائر في طردها للمستعمر، يعني للعالم العربي في المنطقه كلها والشمال الافريقي بالاخص من عد مصر لحد المغرب، يعني لهم ايادي بيضاء في مساعده الجزائر في طرد المستعمر الفرنسي. بعد كده الجزائر عملت حاجه غريبه جدا يعني، والنظام مازال بيمارس بعض اللي نسميها ازاي عشان ما نكونش يعني لو كان في رقابه يعني بعض العبط، بعض العبط الفكري. ايه مشكلتك؟ ايه مشكلتك مع خريطه؟ اصبحنا بقينا عارفين احنا ازاي نفوز على الانديه الجزائريه. اما بالنسبه لنا احنا كنادي زمالك يعني كنادي مصري، لا ان شاء الله نضرب كان يسموا الاهرامات وابو الهول، تعالوا نلعب هنلعب مش مشكله. فعلا كان مسألة اللي سابقة كروية في عالم كرة قدم سابقة عبطية ما بلهاش أي علاقة بالكرة، ما فيش أي علاقة. وما زال هناك بعض للأسف الجمهور المغيب اللي متخيل أنه ممكن الطقس تحكم لي اتحاد العاصمة، وزي في بعض الناس كوارث يعني معتقدين ما زال ان ماتش الجزائر والكاميرون في هيتعقد، فقصه كبيره خلاص كاس العالم خلص وهنروح لكاس العالم اللي جاي وكاس العالم طب انتوا عملتوا الموقف ده مع نهضه بركان في بطولتين معتبرين هتعملوا فيهم ايه؟ كاس الامم الافريقيه 2025 في المغرب، طب انتوا متوقعين انتوا لما تيجوا للمغرب ساعتوا للبطوله وهتيجوا هل يعني في الوقت ده المنتخب المغربي يكون على يقين هيكونوا رسمين خريطه المغرب كاملين، لانه انا بنادي انه كل الانديه في البطوله المحليه كاملين، لانه محدش عارف مين اللي هيصعد افريقيا السنه اللي جايه ولا مين اللي عنده اي مات، كله يرسم خريطه. طالما الموضوع بيوجع كده، الموضوع مش معمول فقط، ما كانش في الحسبان ان نهضه بركان هتلعب اتحاد العاصمه، ما كانش عارف مين هيصعد، بس هي رساله لكل حتى الدول اللي بتدعم الميليشيات في العمق الافريقي، لأن الرسالة واضحة خلاص. وبعدين هنا الله يبارك له الملك محمد السادس وضح في خطاب العرش السنة اللي فاتت واللي قبلها، نحن نرى العالم بنظارة الصحراء المغربية، انت معانا في الموضوع ده اهلا وسهلا ومرحبا. زي السعودية، ما السعودية فجأة من كام شهر اعلنت انه كلمة الصحراء الغربية تخليك تساءل قانونيا، كلمة البوليزاريو تسجنك، ترسم خريطة المغرب ناقصة تتعرض لمشكلة. ده ايه؟ مشكلة مواطن سعودي مع نظامه السعودي، يعني مدى الالتصاق عند النظام السعودي مع قضية مغربية الصحراء في المغرب حاجة تشرف، مشي بعيد في الأخوة ومعناها، وهم بعاد تماما. انت الجار الأولى والأهم، يعني ما ينفعش، يعني ما ينفعش كده. وبعدين جاي بتعمل الموضوع مع نهضة بركان، ده بركان قريبة من الجزائر أكتر من الدار البيضاء، يعني ما بين البركان والجزائر
اكتر من الرباط العاصمة الإدارية. اكتر من ذلك هم عندهم انسحابهم من بطولة للجمباز تقام هنا بالمغرب، انسحبوا من بطولة كرة اليد للشباب. وما فيش مشكلة تلاقي لاعب لاعب اولمبي عندهم بيشارك ومعاه لاعب اسرائيلي بيلعب، يعني لاعب اسرائيلي معاه وعادي بيلعب، لكن يجي عند لاعب مغربي اتشوهت القضية، اتغير المفهوم، ما مش عارف، مش دارس الموقف كويس، بيتغنى بقضية احنا مع مش عارف ايه ظالمة ومظلومة. طب خلي ده على ارض الواقع، خلينا نشوفه يعني هتعملوا في كاس العالم 2030؟ هل انتم مش شايفين حتى اقتصاديا سياسيا ما بقاش ليك عمق لا اقليمي لا افريقي؟ كنت بتتغنى وبتقول انا هشارك في البريكس، انا منضم للبريكس اقتصاديا، ما بقاش حد بيعتبر بوجودك. طب ليه اسبانيا والبرتغال هينظموا كاس العالم ومعاهم المغرب؟ يعني الدنيا مش بعيد، وانا بقول لك من دلوقتي مش هيبقى كاس عالم فقط يعني حاجه كرويه، ده هينتهي كاس العالم او هيتوج كاس العالم بانه العالم كامل معترف بمغربيه الصحراء. فانت نصيحه يعني ان تصل متاخرا افضل من الا تصل ابدا، تعال حتى لو جاي متاخر، لكن القادة المفكرين قادة الفكر والرأي عندهم أمثال واحد زي حفيظ دراجي لما سألوا أنت يعني الوضع ده ما بين المغرب والجزائر مش هينصلح؟ قال لهم بالناس اللي موجودين حاليا لا، ممكن الأجيال، أنتوا عارفين أنتوا ضرتوا بإيه وعارفين أنتوا مش سايبين مجال للصلح، فاحترموا نفسكم، اتقوا الله ويرجعوا مظبوطين كده، ويعرفوا ان في حاجة اسمها اخوة بينادي هنا بيها الملك محمد السادس سنويا انه احنا ما يربطنا اقوى بكتير من اللي بيبعدنا. وبعدين الجزائر والمغرب ترابط عرقي، سواء كانوا عرب او امازيغ، جغرافي سياسي اجتماعي، حاجات كتير جدا متشابهة بصرف النظر عن الحاجات اللي بيحاولوا يسرقوها من هنا ومن هنا، بس في حاجات كتير بتقرب. لكن حتى لما جم في الملك الحسن الثاني الراحل عمل المسيرة الخضراء، حاجة عظيمة جدا في التاريخ المغربي الحديث، حصل عندهم على طول المسيرة السوداء لما طردوا المغاربة المقيمين في صبيحة عيد الأضحى. من الحاجات الملفتة انه الناس الجزائريين في شهاداتهم المصورة يقولوا انا ما كنتش اعرف ان جاري ده مغربي، تعامل على انه جزائري، انا فجاه ايه ده، هو ده مغربي؟ لانه الاولاد مع بعض عايشين مع بعض، بحثوا عنهم ركبوهم كاميونات على بلدكم في صبيحه عيد اضحى وزعلانين من اللي حصل مع صدام حسين في صبيحه عيد الاضحى. طبعا انتوا اسوأ، اتمنى من الجاره الشرقيه ان ترجع موقفها. يا رب احنا مش فاقدين الامل. السياسه بالرياضه، الرياضه لها دور كبير في التقارب السياسي ونتقرب الشعوب من بعضها. بيحصل مناوشات، يحصل الاهلي بيلعب مع الرجل، الاهلي بيلعب مع الوداد، ما الاهلي والوداد لعبوا نهائي دوري ابطال افريقيا 3 مرات ورا بعض. عادي يحصل انه وكنا مشادات قويه، وفي البطوله اللي فاز بها الوداد، اخر بطوله فاز بها الوداد على فكره، لما كانت مباراه واحده وفي مصر قالوا لا ده ظلم تتلعب في عند وعادي خالص، عادي جدا، واتلعبت وفاز بها الوداد وعادي جدا. ومحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في الوقت دوت قال لرئيس الوداد الاسبق يعتبر لما قال له ذات نوت فير، ده مش عادل، ما قالش غير كده. اما الاعلام بقى بيحكي الوقت، لكن رئيس النادي الحاجه الرسميه ده مش عادل. اذا استاذ طارق كنشكرك على حضورك معنا. اهلا وسهلا، ده شرف ليا، اغنيت النقاش. الله يبارك فيك يا رب. شكرا لك، وكنت سعيده بالاستضافه ديالك. تسلمي، اهلا وسهلا في اي وقت، مرحبا، بارك الله فيك. شكرا، وصلنا الى نهايه الحلقه مشاهدينا الكرام، الى اللقاء في حلقه جديده.